السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن من أراد أن أعبر رؤياه على شريط في اليوتيوب فليضع رؤياه على هذا الرابط، يعني على الشريط بأسفل الشريط يكتب رؤيا وأنا بإذن الله راح أعبر إياها، وهيك أفضل لأنه كل الرؤى راح تيجي على هالشريط هذا، لأنه صعب مرات أنا ما بتصفح الشريط الثاني، فأي واحد جابان وأعبر رؤيا يحط رؤيا على هذا الشريط. عشان هيك أحباب الله، إذا لم أعبر رؤيا أنا راح أكتب له إنه هاي رؤيا خاصة، بعبر رؤيا إذا كانت خاصة إذا كان عندي وقت، بس إذا كانت رؤيا عامة وبتخص المسلمين والمؤمنين وشفتها رؤيا مش أضغاط وأحلام ولا حديث نفس راح أتركها. فأحباب الله، بدي أحاول أنظم مشان ما أتجاهل بعض رؤيات الناس، لأنه في بعض الناس بزعلوا مني بقول أنت بتعبر للناس وأنا وضعت رؤيا هون أكثر من شهر وما عبرت لي إياها. مرات يمكن أنا ما أفتحش اليوتيوب المرة، فأمر يمر علي 4-5 أيام أسبوع زمان كل هالرؤى اللي نزلت من أسبوع ما أشوفهاش. بس إذا بتوضعوا رؤياكم في هذا الشريط بإذن الله لن أترك رؤيا إذا كانت عامة وفيها مصلحة للمسلمين، لن أترك رؤيا إلا أعبرها بنزلها بشريط خاص. اللهم اجعلني أقدر أقوم على خدمتكم. وكما تروا وتعرفون أحباب الله، أنا يعني بحس بسعادتي عندما أخدم إخواني وأحبابي في الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.